بشكل غريب بشكل غريب يعني ما بعرف انه شو اللي صار معهم بين الشوطين، شو التنظيم اللي لازم، شو اللي كان مطلوب من اللاعبين بين شو الشوطين، هالخطه اللي جتهم بين الشوطين. ما بعرف ما بعرف. نروح للدكتور ناجح. دكتور، اليوم الرمثا المتصدر ب 16 نقطه، اداء رائع امام الفيصلي، صحيح، واداء او خلينا نحكي مدرب يعني عارف شو بيشتغل، فيصلي وفريق كبير ومتاخر بهدفين، لا وبفوز 4. نعم، وين كان سر هذا المدرب؟ سيدي، هو السر بالادوات اللي عنده لاعبين على مستوى عالي، يعني تقريبا من بيلعب يعني تقريبا. ليش ما دكتور ليش ما بلش بدايه الشوط الاول، ليش ما كان هيك يا سيدي؟ انا قلت لك في حمل على اللاعب كمان، مش المدرب كله بتحمل، يعني في حمل على اللاعب وفي حمل على المدرب. المدرب بعطيه خطه، بعطيك تكتيك معين، بقول لك انزل، انت مش قادر، مش ذنب المدرب، انت مش قادر كلاعب. الرمثة قلت لك نزل في خوف وفي توتر نتيجه الضغط واللي الهاله الاعلاميه اللي صارت على الفريق، وعدا عن ذلك انه عدم وجود يعني دخول اللاعبين بفورمة الاداء، تاخروا قاعد يشوط تاخروا لما حسوا انه مهزومين بددوا الخوف، مغلوبين وبده يصير. لذلك استغلوا الفرص، استغلوا الاداء تبعهم، ومع انهيار الفيصل هو استغلوا الفرصه اكثر واكثر. مثل ما حكى الكابتن، يعني جهه اليمين كانت مسرح لقصي اللي ادى مباراه حقيقه يعني رائعه جدا هو ومصعب. لذلك احنا بنقول انه مش بس المدرب له الدور الكبير للاعبين. عندك لاعب بالعراق، منتخب عراقي، ولاعبين منتخب سوري، ولاعبين منتخب اردني. يعني فريق الرمثة فريق منظم، فريق قوي قادر على العوده. الروح الموجوده الان بالرمثة يعني افتقدناها احنا كمشاهدين وكمحللين، افتقدنا هاي الروح من زمان، من 4 5 أو 6 سنوات احنا ما شفنا الروح القتاليه لفريق الرمثة. طيب نروح لعبد الله السعيديين الموجود في الملعب. عبد الله مساء الخير، اذا سامعني معك الهواء. عبد الله مساء الخير ليث، شكرا جزيلا. معي الكابتن احمد الدوني لاعب الرمثة. كابتن، مباراه صعبه كثيرا، لكن استطعتم ان تتجاوزوا عقبه كبيره في الدوري وهي الفيصلي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك للجمهور الغالي اللي اجى معنا ساندنا. نحن خسرانين 2-0، صعب بهاي الايام، مو بس فرق عربيه، انديه يعني اوروبيه ترجع من خساره 2-0 لاربع اهداف. عندنا رجال بالملعب الحمد لله، عندنا كنا 11 رجال بالملعب، طبقنا اللي بده اياه المدرب. المدرب قالنا لو 2-0 نحن راح نربح، واللي قالنا اياه طبقناه. الف مبروك للرمسة، ان شاء الله هي بدايه مثل ما قلت لك انا من قبل انه لعبه الفيصلي راح تحدد بشكل كبير بطل الذهاب. ان شاء الله بنضل على هالرتم، بنهدي هالجمهور الغالي بطل البطوله، الدوري والكاس، مو بس الدوري، او ان شاء الله القادم احسن. شاء كابتن ربما العوده من الخساره بهذا الشكل الجيد بالنسبه لكم يعطيكم مزيد من الثقه ولجماهيركم ايضا. قلت لك انا البطل هو الوحيد اللي بيرجع، البطل وقت بيكون خسران مو وقت الربح. انك تربح وقت بتكون 0-0 شيء طبيعي، بس وقت تكون خسران 2-0 بتربح، هاي هي سمات البطل يعني. وان شاء الله باذن الله بنضل هيك. وبما اني هلا انا على الشاشه بحب بس اهدي هذا الفوز لابوي اللي هو بتركيا قاعد حاليا وبساندني على طول، بهدي له وكاني بسته هلا على راسه انا، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. اذا ليت انتصر الرمثة باربعه اهداف دون مقابل وعاد من بعيد. تجد الاشاره ليت الى موضوع مهم في هذه المباراة، من 6 أهداف لاعب أردني واحد سجل وهو يوسف الرواشد، 5 لاعبين هم من تركيا ومن بولندا ومن العراق ومن سوريا. ربما هذا يشير إلى شيء معين بالنسبة للاعب الأردني، ربما تبحث هذا الشيء مع ضيوفك الكرام في الاستوديو. تفضل. شكرا على الإضافة يا عبد الله، أكيد يعني ملاحظة جميلة رح نحكي فيها، بس ما بعرف بمشان أكد على مباراة الجزيرة والمنشية اللي انتهت بالتعادل بهدف لهدف، بس لو بخرجنا محمد جميل أمير ويوسف أبو جمعة نقدر نحكي مع اتصالنا مع موفق العرقان مندوب تلفزيون هناك حتى نتحدث معه نشوف آخر ما حصل في هذه المباراة. ما بعرف موفق معي؟ موفق مساء الخير. طيب لسه لما يجهز الاتصال شوف شو، لانه في امور حاصله اخر المباراه، بس نشوف شو اللي صاير. رجال عدنان اليوم الفيصلي 7 نقاط عن المتصدر، والفرق بدات
يعني تبتعد عن الفيصلي بعد خساره اليوم. فيصلي في حل ولا ما في حل ولا خلص ولا دراجان اليوم بضل ولا بيروح ولا شو القصه؟ هلا مش وقت تغيير مدربين يعني، بس هلا وقت تغيير الخطه تاعتك. ايش المطلوب؟ انه انت بدك تنافس على لقب الدوري ولا انت بدك تفكر بالمستقبل؟ انت غاب عندك 5 لاعبين حرمانات، هلا ضروري الموسم ممكن ما يشاركوا معك الموسم هذا. الدوري صار صعب، خلينا نكون صادقين وصريحين، الدوري صار صعب على الفيصلي هلا بالادوات الموجوده، يعني بالادوات الموجوده بالفيصلي الدوري صعب، مش راح تقدر تكون ند للوحدات ولا الرمثة بهاي بالاسماء الموجوده. ضروري تفكر بلاعبينك الشباب والناشئين اللي تستفيد منهم الموسم القابل. تخلي هدفك كاس الاردن، انه يعني صعب نادي زي الفيصل يطلع من الموسم من دون اي لقب. ركز على لاعبينك الشباب اللي تستفيد منهم بالمستقبل، تستفيد منهم لقدام. بس اللي عم بيصير بالفيصل الوقت الحالي يعني انسى غياب الخمسه، مش عم بشوف الفيصلي بيلعب 45 دقيقه، الشوط الثاني بينزل بنهار. اليوم مثلا كان احد الاسباب برضه الظلم التحكيم اللي تعرض له الفيصلي. الغيابات اللي عم بتصير بالفيصل لازم يقدر الفيصل يعوضها للمستقبل. المستقبل انه في لاعبين شباب مميزين بالفيصلي، ما بدنا تاخذنا العزه بالاثم، لا بدنا نحرز اللقب. الامور صعبه، واضح. انا بالنسبه لي يعني انه الامور على الفيصلي صعبه. صعب انه مبداك يعني شفنا اليوم الرمثة عنده الدكة قوية، يعني لاعبين على الدكة كانوا اقوى من افضل من اللاعبين اللي داخل الملعب. الادوات الموجودة مع اي مدرب هي اللي بتخدمه وبتساعده انه يحرز لقب. بالنسبة للرمثة، اذا الموسم الحالي الرمثة ما احرز لقب بحياته ما راح يحرز. على الاسماء الموجودة وعلى الاداء اللي عم بشوفه، اذا الرمثة على الروح وعلى القوة بالضبط وعلى الجمهور اللي عم بتبعهم ويعني خلفهم وين ما يروحوا، اذا الرمثة الموسم الحالي ما احرز لقب، فرصة الرمثة الموسم بحياته ما راح يحرز لقب. 7 نقاط فرق عن الفيصلي، عن الوحدات فرق نقطتين، ما بتعرف بكره شو عم راح يصير مع الوحدات. بس لازم الرمثة يستغل الموسم الحالي، الدعم اللي متوفر للاعبي الرمثة دعم كثير كبير من ادارة الرمثة، الجماهير خلفه. أنا بتوقع الرمثة الموسم الحالي أهم موسم يحرز لقب بصراحة. ضروري نشوف فريق زي الرمثة على منصات التتويج. أنا طول شوف دائما المباريات اللي فيها الرمثة بتكون مباريات ممتعة، لأنه لاعبي الرمثة ولاد، يعني نجوم من أيام الكابتن ناجح، الكابتن فايز بديوي، الكابتن راتب الداود، بدران الشقران، يعني عم بتعد أسماء كثير كبيرة مرت على البلد. ضروري الموسم الحالي الرمثة يحرز لقب، حق جماهير الرمثة يعني تفرح. ألف مبروك لجماهير الرمثة، هار لك لجماهير الفيصلي، هار لك لإدارة الفيصلي. إدارة الفيصلي بصراحة الموسم الحالي اشتغلت، هيئت فريقين، بس الظروف اللي عم بتصير مع الفريق داخل الملعب غريبة. يعني الفيصل بتعرض كل مباراة بصير معه شيء، يعني انسى الغيابات الخمسة من أيام مصر، يعني اليوم إصابة يوسف الرواجدي، طرد ظالم، يعني كل الأمور عم بتصير بالعكس. ما بعرف شو اللي عم بيصير. عين وضربته ولا لا دكتور؟ عين وضربته يذبحوا يعني. ضربتهم لقمة الفراعنة يعني، مش لازم يعني. قلنا فعلا الفيصل يعني فريق والله من الفرق الزعيمة مثل ما بقول، يعني حقيقة فريق محترم، لكن الظروف كلياتها سيئة من بعد ما عودته من المشاركة العربية حقيقة، يعني من إصابات، من حرمانات، من 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 لذلك احنا بنقول لجمهور الفيصلي هارد لك، وفريق الفيصلي يعني بيبقى وجه البطل. لكن السنة هاي الرمثة كل عناصره هي عناصر حقيقية المتوفرة، عناصر كرة القدم بالرمثة هي عناصر البطل، من فريق، من مدرب، من مدير إداري ناجح اللي هو السيد رائد، من جمهور كبير وعريض. صحيح، يعني هاي لذلك احنا مع انه يصير تغيير، مش فيصلي وحدات كذا، يعني يصير تغيير، وهذا بيرفع من درجة المنافسة بالفرق. واحنا كلياتنا الآن يعني بخدمة الكرة الأردنية، سواء كان منتخبات أولمبية أو منتخبات أولى. طيب خلينا نروح لموفق العرقان. موفق مساء الخير. النور أبو محمود، مساء النور. موفق، كيف كانت المباراة؟ شو اللي صاير؟ والله أبو محمود، مواجهة الجزيرة ومنشية بني حسن هنا على ملعب الأمير علي في محافظة المفرق انتهت للتو بنتيجة تعادل إيجابي بهدف لهدف. أحداث مؤسفة حدثت نوعا ما في هذه المواجهة، شغب كبير جدا من جماهير منشية بني حسن. ليش؟ لكن الإدارة امتصت ذلك بسبب أخطاء، يعني هم اعتبروها أخطاء تحكيمية،
أثناء المواجهة، عدم رضا عن الطاقم التحكيم لهذه المواجهة، أخطاء بالجملة من وجهة نظر جماهير منشية بني حسن. جاء ذلك بعد تقدم الجزيرة بالدقيقة 11 عن طريق شادي الحموي بهدف التقدم. الأمور كانت صعبة شوي على حكام المباراة من ناحية التحكم في مجريات المواجهة، حتى أن الحكام خرجوا إلى غرف الغيار بحماية أمنية، يعني بحماية أمنية. وبعد ذلك قامت الإدارة متمثلة برئيس النادي بامتصاص الجماهير وتهدئتهم. بشكل عام المباراة جاءت متوسطة المستوى في الشوط الأول. انتهى الشوط الأول كما ذكرت بتقدم الجزيرة بهدف دون رد عن طريق شادي الحمو في الدقيقة 11. وفي الشوط الثاني كالعادة تحسن أداء منشية بني حسن، مال إلى الناحية الهجومية وسجل التعادل عن طريق اللاعب أحمد عرسان في الدقيقة 72. سيطر نوعا ما بعد ذلك الجزيرة وأهدر العديد من الفرص. كان هنالك إشكالية من رئيس نادي الجزيرة على هدف تم إلغاؤه، وبكل صراحة هو لم يكن يعني بالنسبة لنا واضح كمحايدين، يعني لم يكن واضح بشكل كامل، لكن هو بالمحصلة يعني الحكم إنسان وقابل للخطأ يعني. أكيد طبعا. كما نعلم زميل أبو محمود هذه كانت مجريات المواجهة، حتى أن الحكم في نهاية المواجهة أعطى 7 دقائق ليتوقف المباراة يعني بين الفترة والأخرى. وبالمحصلة يعني نقدر نقول أنه المستفيد من هذه المواجهة هو منشية بني حسن. مرة أخرى يثبت بلال اللحام بأنه لا يخسر. طيب. يعني من 4 مواجهات قاد منشية بني حسن 3 انتصارات وتعادل، منهم انتصار يعني كما نعلم في كأس المناطير لكرة القدم. طيب. شكرا لك موفق، الله يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا للرسالة. إذا يمكن اعتراضات بالجملة من جمهور نادي المنشية على هدف ملغى وعلى أخطاء تحكيمية أدت إلى حدوث بعض الشغب يمكن في الملعب. على كل حال يمكن هاي الحكام يعني أخطاء تحكيمية قد تحصل، بتطلع علي عدنان. طيب خلينا بس نذكر بالترتيب، ترتيب الفرق. الرمذهب يحلق عاليا بالصدارة ب16 نقطة بعد فوزه على الفيصلي. طبعا لا، هو الرمث 4-2 للفيصلي. على كل حال يعني برضو أخطاء تحكيمية. الرمثة 16 نقطة، الجزيرة 12، الوحدات 11، وباقي له بكرة مباراة. ذات راس والفيصلي والأهلي والمنشية 9 نقاط، شباب الأردن 8 نقاط، الباقة 6، العقبة 5، الحسين واليرموك 3 نقاط. هاي النتيجة هيك تحسنت، هيك أفضل. الرمثة 4 والفيصل 2، المنشية 1 والجزيرة 1. بعد قليل راح نكون معكم على الهواء مباشرة في نقل مباراة البقعة وشباب الأردن من استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة. إذا بهذا نصل إلى ختام هذا الاستديو التحليلي. شكرا يا عدنان عوض وهارد لك. العفو، الله يخليك. وأيضا مبروك دكتور ناجح. الله يعطيك العافية. والله يعطيك العافية. شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا لمخرجين الاستديو أكيد المبدعين محمد جميل أمير ويوسف أبو جمعة. إلى اللقاء.